بما دعا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله تعالى فقال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أسأل الله لمن سجل هذا اللقاء ولمن نشر ولمن سينشر إلى يوم القيامة أن يسعده الله في الدنيا والآخرة، ومن قال آمين، وأن يجزي من نشره صحيفة يجدها يوم القيامة على من بصره من الحسنات، فإن الدال على الخير كفاعل وفاعله. هذا مفهوم، هذا منظوم الحديث، ومفهوم الحديث أن فاعل من أهل الجنة، والحديث نصه في صحيح مسلم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا اللقاء متعة لنا وجنة في صدورنا، يسوق إلى جنة ربنا، ومن قال آمين. اللهم صل وبارك وسلم على نحن على عبده، اللهم صل وسلم وبارك على من أما في هذا